بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة ورطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وكمان جنوب الصعيد، إنما بالليل الجو هيكون معتدل على كافة الأنحاء. النهاردة كمان لسه في نشاط للرياح على كافة المناطق، وده مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة. ورجعت مرة تانية شبورة صباحية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا أن في ارتفاع واضح وملحوظ في درجات الحرارة. بالفعل بداية من اليوم هيكون في ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية. ارتفاع درجات الحرارة بسبب ان احنا هنتأثر بامتداد مرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا، هيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وكمان هيساعد على ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض في امتداد لمنخفض الهند الموسمي مع كتل هوائية حارة بتمر على البحر المتوسط فتتحمل بكميات كبيرة من بخار المية، فبالتالي كمان في ارتفاع من امتداد منخفض الهند الموسمي وارتفاع في نسب الرطوبة في الجو هتساعد بشكل كبير ارتفاع نسب الرطوبة على الإحساس بمزيد من الارتفاع في درجات الحرارة. تعتبر درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت العام. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن هي تكون 36 درجة مئوية خلال فترة النهار، محافظات جنوب الصعيد توصل ل 43 درجة مئوية، وطبعا درجة الحرارة المحسوسة اللي احنا هنحسها هتكون أعلى من القيم دي بحوالي من درجتين لثلاث درجات بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، تعرضنا لأشعة الشمس بشكل مباشر ممكن يزود إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة. عشان كده طقس النهاردة هيكون طقس هيتحول من طقس الحر الرطب لطقس شديد الحرارة رطب على أغلب أنحاء الجمهورية، السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده خلال فترات النهار. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس هيحصل طبعا انخفاض كبير في درجات الحرارة، يمكن هيكون فرق كبير بين درجة الحرارة فترة النهار وفترة الليل، هتكون الأجواء معتدلة تماما خلال فترات الليل على أغلب أنحاء الجمهورية، وخاصة في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر. اليوم كمان تكونت شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأدت انخفاض طفيف الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا الساعة 7-8 صباحا بتبدأ الشبورة المائية في التلاشي، تبدأ الرؤية الأفقية تتحسن على أغلب الطرق. كمان اليوم متوقع ان يكون في نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهره الكبرى والسواحل الشماليه وجنوب سيناء وجنوب البلاد، يعني اغلب انحاء الجمهوريه. نشاط الرياح ده هيساعد بشكل كبير فترات المساء وساعات المغرب وكمان فترات الليل على تلطيف الاجواء بعض الشيء وعدم احساسنا بنسب الرطوبه. طيب بما ان الانظار دلوقتي متجهه لمدينه العلمين، طمنين عن حاله الجو هناك بالتحديد في المدينه سواء الصبح او بالليل. هو طبعا احنا زي ما بنقول ان كافه المناطق بتشهد ارتفاع في درجات الحراره، لكن المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط مدينه العلمين او الاسكندريه او السواحل الشماليه ككل درجات الحراره فيها هتتراوح النهارده تحديدا ما بين 31 ل 32 درجه مئويه خلال فتره النهار. هي بتشهد طبعا ارتفاع في درجات الحراره عن الايام الماضيه مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبه، فنقدر نحس ان درجات الحراره فيها 35 درجه مئويه، لكن نقدر نقول الاجواء فيها اجواء حر رطبه، يعني هتبقى هي اقل المناطق في درجات الحراره، اقل مناطق الجمهوريه كلها في درجات الحراره. خلال فترات الليل الاجواء معتدله بشكل كبير، فنقدر نستمتع بالاجواء بشكل كبير جدا خلال فترات الليل. فعلا الاجواء معتدله لفترات الليل، حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط، يعني البحر المتوسط معتدل مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، فيمكن نقدر نستمتع يا دي اقل درجات حراره في جمهوريه مصر العربيه، نقدر نستمتع بالاجواء على في مدينه العلمين او حتى في اغلب المناطق المطله على البحر المتوسط. بشكرك منايا، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه.